أستغفر الله. أقول ولو تفعل ما تفعل استغفر الله سبحانه وتعالى وعد إليه، والله لن تلقى سوى الله سبحانه. التوبة النصوحة أن تجدد العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، وأن تخلص التوبة إلى الله عز وجل، وأن تترك جميع الذنوب، وأن تندم على ما فعلت، وأن تعزم على الثبات على هذه التوبة. إقلاع وندم وعزيمة على عدم الرجوع إلى هذه الذنوب والمعاصي، وكذلك ترد المظالم إلى حقوقها وإلى أهلها. أقلع وندم وأيضا عزم أن لا يعود، لكنه عاد، يرجع ويتوب، فإن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الله سبحانه وتعالى يقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وإن عظمت الذنوب، لأنه ممكن ييأس يا شيخ. جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أذنبت؟ قال له استغفر، فذهب. ثم عاد مرة أخرى قال أذنبت؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم استغفر. الله. ثم جاء في الثالثة يا رسول الله أذنبت؟ قال استغفر. فقال إلى متى؟ اسمعوا ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن الله لا يمل حتى تمل. الله لا يمل من استغفارك وتوبتك.